الترمذي كتاب القدر. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله كتاب القدر، قال باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال الإمام رحمه الله حدثنا هناد بن السري وهو من ثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو صاحب كتاب، أصح الناس كتابا في الأعمش، ويضطرب في غيره، لكن الإشكال في محمد بن خازم الضرير أنه كان يرى الإرجاء، وهذا أيضا تدلنا أن أصحاب الكتب الستة رأوا له، تدلنا على ما أكدنا وما رجحنا بأن البدعة لا تسقط الرواية. قال عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة ثبت أمين، كما قال الإمام الذهبي، قال إذا قال الأعمش حدثنا أخبرنا فوض عليه بن وارس. الصوت جيد جدا يا أبو عبد الرحمن، المسألة عندك، وسأل الجميع، الصوت عندهم جيد جدا. قال عن أبي سفيان، قال عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. هو نعم، هو من مصر، هو الآن الأخت قالت الصوت ممتاز. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. قال أبو عيسى رحمه الله وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله وعائشة وأبي ذر، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. جزاك الله خير. هذا الكتاب في كتاب القدر، أولا قال باب ما جاء في القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن، فقال كان سلم يقول يا مقلب القلوب. أنا الآن سؤالي للجميع، ما علاقة هذا الحديث بالقدر؟ قال مقلب، كان سلم يكثر أن يقول ويدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما علاقة هذا الحديث بالقدر؟ نريد هنا أهل العلم يعرفنا ذلك. محمود أيضا قال نعم ممتاز، الصوت ممتاز. أبو عبد الرحمن عنده شيء دمياط صحيح؟ ها؟ طب كلمه أنت، قل له أبو عبد الرحمن أكيد المسألة عندك، لو تغلق وتفتح مرة ثانية إن شاء الله تكون جيدة. الإيمان بقدر من أعمال القلوب ممتاز يا رحاب، جيد، لكن في أمور أخرى. تغيير حال المرء من قدر الله ممتاز، ممتاز يا إيمان، ممتاز يا إيمان، صحيح. لكن أنا لو أتيتم بها مجملا ممتاز جيد للتمكين. أبو عبد الرحمن قال تغيب القلوب من الله تعالى، نعم صحيح، الدعاء يغير القدر، جيد. نورلي ممتاز يا نورلي، القدر من تقريب القلوب بيده أيضا ممتاز يا البراء، جيد يا أسماء، لكن تحتاج إلى 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 تصريح فيما 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 نريد. إيهاب قال إن كان الأمر قد قضى في الأزل فكيف يقلبها بعد ذلك. الله أكبر، أنت تستشكل يا أستاذ إيهاب. هو إيهاب حسام ولا إيهاب ولا حسام؟ الاثنين عجاز واحد، من الذي يكتب؟ والله خلاص أنت أتقنت الاثنين. طبعا هذا سؤال ترجئه، أنا سألت سؤالا تجدني بسؤال برضو. إيهاب ما زلت غندر، ما زلت غندر. عمر قال إرادة القلب بين يدي الله، إرادة القلب بين يدي الله ومشيئتي، والمشيئة من الإيمان، مشيئة من القدر يعني قريب. لا جيد، قريب جيد. يا يعني جماعة الخير، هي الأمر سهل، قولوا هنا حتى لو قال في القدر بلو، يعني تقصد بلو، ما تقصد بلم، حتى لو قال في القدر بلو، يعني هذه أيضا كلها إجابات تنصب في شيء واحد. نقول القدر من ربوبية الله، من لوازم ربوبية الله، والتحكم في أفعال العباد من ربوبية الله جل وعلا، هذا الأصل، خلق أفعال العباد ربوبية الله جل وعلا، فالقدر من لوازم الربوبية، وأفعال العباد من لوازم الربوبية، وتحريك القلوب وتسكين القلوب من ربوبية، وفيها أمر آخر علاقة مهمة جدا في هذا الباب. إذا قلنا بأن القدر
بأن القدر هو كتابة كل كتابة كل شيء قبل أن يخلق. فمعناه إذا كان الله يتحكم في قلوب العباد فما كتب الله لابد أن يكون، لأن الله تعالى هو الذي يتحكم، هو القادر. لذلك لما 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 أخبرنا بيوم القيامة ماذا قال؟ قال سيأتي عليكم يوم صحيح. ماذا قال؟ أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى. ولذلك لما قال لك كتب، هو الآن يبين لك الأسباب، هو الآن كتب والقلوب بيد الله رفع له. وهذا إجابة عن سؤال يا الذي بعثه، قال لما كتب كيف يقلب؟ يعني هو يبين لك هنا الآن أنه هو الذي كتب، إذن فهو الذي يقلب، فسيجعل القلب على ما كتب، فسيجعل القلب على ما كتب. وتصريح ذلك وفهمه جيدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا جيد جيد، لأن أبواب القدر أبواب من الأهمية بمكان، أبواب من الأهمية بمكان. قال فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك قال يا مقلب القلوب، كان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه العلاقة بين القدر وبين مسألة القلوب. وأيضا كما قلنا بأن صراحة ما قالته الأخت الحب جيد جدا، بأن الإمام محله القلب، والإمام بالقدر محله القلب، فكانت العلاقة في ذلك. والأصل في هذا الباب بأنها باب من أبواب القدر، هذه باب من أبواب القدر. من المسائل الأخرى التي تتعلق بالحديث العظيم هو التوسل، حسن التوسل بأفعال الله جل وعلا، حسن التوسل بأفعال الله. ليست من أسماء الله يا عبد الرحمن، مقلب القلوب ليست من أسماء الله، هذا 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 فعل الله، هذا خبر عن الله جل وعلا، خبر عن فعل من أفعال الله جل وعلا. لذلك قلنا وهذا من باب التوسل الصحيح، التوسل المسنون. أصل التوسل أن تتوسل بذات الله جل وعلا المقدسة، أن تتوسل بأسماء الله الحسنى، أن تتوسل بصفات الله، وأن تتوسل بأفعال الله. أن تتوسل بذات الله صحيح، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. وتتوسل بصفة من صفات الله جل وعلا برحمتك أستغيث، برحمتك. أن تتوسل بفعل من أفعال الله جل وعلا، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. فهنا يقول يا مقلب القلوب، هذا توسل بأفعال الله. ولذلك كان التوجيه في دعاء أحمد حتى هم يستدلون به على الاشتقاق، قال يا غياث المستغيثين، فهو مع المعنى ذلك أنه يتوسل بسبب صفات الله في علاه وصفة الأفعال، بأن الله يغيث كل من استغاثه، فيتوسل بفعل الله جل في علاه. فهنا التوسل الصحيح هنا هو التوسل بفعل الله جل في علاه بصفات الأفعال. وهذا من التوسل المسنون، أنه كان يقول يا مقلب القلوب، وهذه فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبي، إن الله يحول بين المرء وقلبي. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول، كان يقسم ويقول لا ومقلب القلوب، كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وهذا قسم ويكثر من هذا القسم حتى يعلم بأن القلب بيد الله في علاه. نعم، في قول تملك ولا أملك، هذا صحيح، جزيت الجنة. الحق بأنه الكلام على مسألة يا مقلب القلوب، الأصل فيها كما قلنا التوسل بأفعال الله دل في علاه، وأن هذه القلوب التي تتقلب كل ثانية أنها بيد الله دل في علاه. لذلك لابد أن نطرح أمرا هنا على مسألة الثبات، على مسألة الثبات. فإذا المسألة المهمة في هذا، المسألة الثانية في هذا الباب هو التوسل بأفعال الله جل في علاه، كما قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، وهذه كلها كما قلنا أيضا للقدر، ودلالة واضحة جدا على أن القدر، أن الله على ما خلق المسبب وأناط المسبب بالسبب، أناط المسبب بالسبب. فقالوا قلت يا رسول الله أمنا بك وبما جئت به، وأمنا بك وبما جئت به، في دلالة واضحة جدا عن وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان بما جاء به. ولا يصح الإنسان أن يقول أمنت برسول الله ويكفر بما جاء به رسول الله أو يطرحه خلفه. فإن الله ماذا قال؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي لا أسمع به هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم يؤمن بالذي جئت به، ثم لم يؤمن بالذي جئت به. فهذا أصل أصير في هذا الباب. نعم. فقالوا هل تخاف علينا؟ قال نعم. ففيها خشية الفتنة في الدين، خشية الفتنة في الدين. ومن يحتمل، أو من الذي يملك ثباتا في الدين؟ من الذي يملك موتا
على حسن عمل؟ من الذي يثبت على صلاح وتقى؟ من الذي يضمن لنفسه ذلك؟ لا أحد، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالفتنة أقرب للإنسان من شراك النعل، كما أن النداة أقرب للإنسان من شراك النعل. فالفتنة قريبة جدا من الإنسان، لا سيما أن الله جل وعلا بيّن ذلك على أنه في آخر الزمان تكون فتن، وهذه الفتن تجعل الحليم حيران، يمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، تنقلب الأحوال. فالحق بأن الثبات على الحق ليس بيد الإنسان، وخشية الفتنة لا يخشاها إلا مؤمن، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. هذه المسألة الثالثة عندما قال: تخاف علينا؟ قال: نعم. وشوف، هو كأنهم يقولون: مادة الثبات أمنا بك وبما جئت به، فتخاف علينا؟ قال: نعم أخاف. قال: نعم أخاف. قال: نعم. ثم قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهنا يعني لابد يجدر بنا قبل أن ننتقل من هذه المسألة وأن نقول طرق الثبات في الدين. قال: تخشى علينا؟ نعم. قال: إذن يريدون الثبات على الدين، وهذا الثبات ليس بملك أحد. ولذلك لما خشي الناس شوي لما خشي الناس وخشي الصحابة رضوان الله عليهم من عذاب القبر وما في القبر، أنزل الله تعالى مبشرا هؤلاء أهل الإيمان، قال: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. لا، في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآخرة، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا الثبات من الله جل في علاه، وينشد المرء ثباتا ولا يدري أيفتن في لحظة أم لا. لذلك كان ابن مسعود يقول: من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اللهم ثبتنا. لكن هناك أسباب تصل إلى النتائج. من أهم أسباب الثبات على الحق الدعاء، أن تكون صادق اللجأ إلى الله جل في علاه، وأن تكون ملحا داعيا راجيا راغبا، وتكون مكررا في الدعاء والارتجاء لربك جل في علاه أن يثبت قلبك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صباح مساء النهار: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا كان من دأب الصالحين. رأيت كيف قالت مريم عليه السلام؟ ماذا قالت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. خشيت الفتنة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقبضني إليك غير مفتون، إن أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. فالدعاء وصدق اللجأ لله جل في علاه بثبات القلب، هذا من أعظم الأسباب التي يثبت بها المرء على الدين، التي يثبت بها المرء على الدين. من طرق الثبات أيضا في هذا الباب أن يعض بالنواجذ على عبادة قد منحه الله إياه، أن يثبت على عمل صالح قد منحه الله إياه. فإن منح الله على اللزوم طريق العلم أو مجالس العلم لا يتركه حتى وإن كان على موت، حتى وهو على مشارف الموت يؤتى به إلى المجالس يقول: أموت هنا قبل أن أموت في البيت. إن فتح الله له باب طاعة فليعض عليه بنوارس ولا يتوانى بحمل الأحوال، ويندم كل الندم أن ضاع منه شطر هذا الباب، مش ليس كل هذا الباب. لذلك قال ابن مسعود: الخير عادة فعلموا أولادكم الصلاة، الخير عادة، إن الخير عادة فعلموا أولادكم الصلاة. وعمر الخطاب قال قولا يكتب بماء العين، بماء الذهب، يكتب بماء الحياة لو صح التعبير، قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس. فقيمة الثبات أن يثبت المرء على ما منحه الله جل وعلا من القربة والعبادة. فإن كان من قيام الليل فلا يتركه ولو على فراش الموت، ولو بركعة واحدة، ولو بقصار الصور، ولو أنهكه التعب والإعياء والشدة واللأواء، يضجع ويتجه إلى القبلة ويصلي ركعات ينام فيها. المهم أن يظهر منه صدق العبودية لله جل في علاه. وإن كان ذاكرا فلا يترك الذكر بحال من الأحوال،
وإن كان عالما فلا يترك الاطلاع والمطالعة والتعبد بها بحال من الأحوال، هذه التي تنبئك بأنك على الجد على الخير وقد اختارك الله لهذا الطريق. أما المتعرج فهذا تارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء، خاتمته على ما كان أميل إليهم، خاتمته على ما كان أميل. إن كان يميل لهؤلاء تارة ولهؤلاء تارة فهو إلى من مال إليه أو كان قلبه أميل إليه. وأما الذي في غالب حاله ما أعطاه الله ومنحه الله الطاعة فعض عليها بالنواجز فهو إلى الثبات، فهو إلى هذه من أعظم طرق، من أعظم طرق الثبات، من أعظم طرق الثبات العلم، البصيرة، البصيرة والعلم النداة فيها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا خيرية إلا بالثبات، إلا بالثبات عليها. الخير لو انقطع هذه انقطعت الخيرية السابقة، فثبات الخيرية تكون بالفقه، كما قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الثبات له لها درجات أظهرها الله في الكتاب، ولها درجات أظهرها نفسنا في السنة، ولا يطلع عليها إلا العالمون، ولا يطلع عليها إلا العالمون. فالعلم من أعظم سبل ووسائل الثبات على الحق. لذلك ترى أن الله تعالى ثبت الأمة بالعلماء. كيف ثبت أبو بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ثبت أبو بكر عند سقيفة بني سعيدة؟ كيف ثبت أبو بكر عند 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 الاحتجاج عليه بتنصيب أسامة، بتأمير أسامة على الجيش؟ كيف ثبت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عند المناظرة الكبرى في مسألة عمر الخطاب عندما قال: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، وهم قد قالوا لا إله إلا الله. كيف ثبت أبو بكر؟ بالعلم، بالعلم. فإذا أيضا من أعظم وسائل الثبات هو العلم. المسألة الرابعة المهمة جدا في قوله السلام: القلوب بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فيها إثبات الأصابع لله جل في علاه، فيها إثبات الأصابع. وشوف الصحابة جميعا يسمعون ولا يقولون لا يريد معناها، الأصابع فيها تشبيه، سبحان ربي العظيم. علموا اعتقدوا بالأصابع وقالوا: هذه الأصابع تليق بجلال الله وكمال الله، إثباتها على قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أثبت الله لنفسه اليد، وأثبت الصحابة الكف، وأثبت له الأنامل، وأثبت له الأصابع، والدلاء على ذلك كثيرة. يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا، والكف عندما قال ابن عباس: الدنيا كحبة خردل في إيش؟ في كف الرحمن. وهذا لا يكون من عندية نفسه. حديث صدقة، حديث مرفوع، جزاك الله خيرا سعيد، حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقع الصدقة في كف الرحمن، فكانت عائشة تطيبها قبل أن تعطيها للفقير وتقول أنها تقع في يد الرحمن. بكفي ولا بيده؟ أنا وقفت عندها الرواية هذه ما أذكرها، لكن قال: فيحسو الجبار بيده ثلاث حسوات. فكبر الصحابة أجمعين. والأنامل والأصابع، أما الأنامل والأصابع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هات الرواية هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال لي فيما اختصر الملأ أعلى، قلت لا أعلم، فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، قال حتى وجدت برد أنامله. فهذا إثبات الأنامل لله جل في علاه. هنا الأخت سكينة تقول: بين يدي الرحمن في هذه صفة، حري بأن تطاول العبد إلى النظر في رحمته سبحانه، نظر دقيق هذا، وتعالى تقر بعينه. نعم، هو نعم، الحق هذا لابد أن تكملي ما كتبتي على أنها على ساق حسن الظن بالله جل في علاه. عمق حسن الظن بالله جل في علاه يرتقي به المرء، حسن الظن أو عمق حسن الظن بالله جل في علاه هو الذي يرتقي المرء إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. إذا إثبات اليد وإثبات الأصابع وإثبات الأنامل لله جل في علاه والصحابة الكرام، عشان ترى وتعلم بأن الصحابة كانوا يعتقدون بعد الدليل، قال لهم فاعتقدوا بأن الله صابع والله أنامل سبحانه وجل في علاه. قال: فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هنا قالها اللطيفة هنا بأن الإنسان قال ذلك: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. عندما قال له: أفتخاف علينا؟ فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، مع أنه في قولي إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يخافون، صحيح ولا لا؟ والحق أنها علامة طمأنينة لهم.
ما دامت القلوب بين يدي الله جل في علاه، لكن لابد ان تعلم بانه عندما يقول الله جل في علاه يقلبها كيف يشاء، لابد ان تضع امرا مقدرا هنا. ما هو؟ نعم، بعلمه. لابد، لان المشيئه لا تكون الا عن علم. فهذه المساله الرابعه. نعم، لكن هل قلت يحسب بكفي؟ الروايه التي اذكرها الان يحسب بيده. ممتاز ممتاز، ما في مشاكل لو اتيتها جميعا. إذن في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أخشى عليكم من الفتنة. وهذه فيها دلالة، هم خيار البشر، هم أفضل البشر، هم أعظم الناس قدرة عند الله جل في علاه، وقد خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة. وهو الذي قال، يعني قال لهم سلام: ويل العرب من شر قد اقترب. والذي نظر واطلع على المدينة، قال على أطم من أطم المدينة، قال: ما لي أرى الفتن حولكم كالقطر. ثم وطبعا كالقطر هذه معناها إيش؟ في العموم والمتابعة، صحيح، والكسرة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. اللهم الله اللهم عصمنا من الفتن يا رب العالمين. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله وعائشة. في قوله في الباب عن النواس بن سمعان، حديث النواس قد أخرجه أحمد في المسند، وحديث أم سلمة أخرجه أيضا أحمد في المسند، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في السنن. قال: أما حديث أبي ذر فأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير. وكلها تنصب في أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه وأقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه وأزاغه سبحانه جل في علاه. وما أراد الله إقامة قلب إلا وقد علم بأنه محل لهذا الدين، وما أزاغه إلا وعلم أنه ليس محلا لهذا الدين، كما قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله، يعني تفضلا وكرما. قال: فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله تعالى: وأضله الله على علم. وأضله الله على علم. الفوائد المستنبطة من الحديث: حسن التوسل بفعال الله جل في علاه. الفائدة الثانية: شرط صحة الإيمان الإيمان بالرسول والإيمان بما جاء به الرسول. لا أن يطلع يصعد علينا من يقول بأنه من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة. هذا كلام لا يقوله الشيطان حتى. الشيطان عنده علم، نعم، يعرف ان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب. محمود يقول في سؤال عجيب: الان افتحوا الاسئله الدرس الماضي وهذا الدرس، هل يصح اثبات خمسه اصابع لله تعالى لحديث ادم خلق ادم على صورته؟ لا لا، او يعني هذا تجرؤ. انا الان لا 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 اثبت ولا انكر، لا اقول بهذا، انا لا اقول بهذا، لا اثبت ولا انكر، لا اقول بهذا. بكفي فصول اعتقاد. ممتاز، الحمد لله، شكرا لله. وهو بكفي، ما بكفيه، قال بكفيه، الحمد لله. الرواية هو كما أخونا عمر تذكرها وأنا نسيت، أقول بقى حدثني عمر عن نفسي. لا، قال بكفيه ثلاث حثيات. الغرض المقصود هنا مسألة أن تقول بأننا يمكن أن نقول على لله خمس أصابع لأنه قال خلق آدم على صورته، خطأ مبين. لا أنكر ولا أقر، توقف، ما أعرف، لا أعرف، أعرف أن له يد، وأعرف أن له كف، وأعرف أن له أصابع وله أنامل، هذا الذي أعرفه. أقف عند النص، لا سيما وأن هذه صفات خبرية، صفات خبرية لا يدخل فيها العقل، لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال. نعم، ممتازة أم البراء. الصفات نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها، وهذا كلام صحيح، لكن نؤمن بالكيفية، نؤمن بوجود الكيفية، لكن نؤمن بوجود الكافيه، لكننا لا نعلم حقيقه هذه الكافيه، لا نراها، ولم يخبرنا احد. نعم، لله انامل. شوف اجابه سديده جدا من ام البراء، بديعه هذا الاجابه. شو هي بترد على محمد علي لانه قال له ها ام ماريا، ام البراء ايضا اتت بكلام جيد في برد انامل. ام ماريا صراحه اجابه سديده: خلق الله ادم على صورتي، قال في القدر المشترك، جت واحد الله في القدر الفارق. أوه. طب ماشي، هذا كلام من خزيمة، لكن يعني شوف الإتقان في الفهم، هذا مهم جدا في هذا الباب، إتقان في فهم هذا الباب جيد جدا. الحاصل أنا أقول نعم، وهذا طبعا من خزيمة إثبات الحديث. فنقول خلق الله آدم على صورته، يعني له وجه وله يدين وله عين وله ساق، هذا معنى خلق الله آدم على صورته، لكن لا يقال فيها خمسة أصابع، ما يصح. من الفوائد أيضا: لا يأمن وكر الله إلا المنافقون. خلاص المجلس انتهى، هذه الدراسة اللي هي دراسة الجامعة انتهى الآن الدرسين.
فالدراسة اللي هي تأتي بعدها. لذلك فتحت أبواب الأسئلة الآن. بقية السؤال طلع بقية السؤال لأم البراء، سألت سؤال بقيته. نعم قال بأن في كف وفي أنامل. لا لم يعرف الكفية، لا لا بيّن أن هناك أنامل هناك كف فقط. نعم هذه صفة، هذه صفة. نعم يعني صفة اليد أنها لها أصابع ولها أنامل، هذه صفة اليد ولازم هذا تمييز للكيفية. ممتاز. التوسل بالرسول ما حكمه؟ التوسل تقصد بالرسول صلى الله عليه وسلم، التوسل بالله بذاته المقدسة بصفاته بأفعاله. التوسل نعم لله، صفة القدم ثبتت القدم لله، ثبتت صفة القدم يا محمد لله، ثبتت لله لا فعلها، والرجل ثبتت لله لا فعلها، يضع قدمه يضع رجله، دعك من التأويل والتحريف، ثبت ذلك لله لا فعلها، نؤمن به على غير قول الله لا فعلها ليس كمثله شيء. التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد لا عن النبي ولا عن الصحابة. والتوسل عبادة، والأصل في العبادة التوقيف. والحديث الذي جاء حديث ضعيف، حديث عثمان بن حنيف الذي يتمسكون به حديث ضعيف، فتمسكوا بحديث ضعيف لا فائدة لهم فيه. فالصحيح التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى وذات المقدسة وبفعال بأفعال الله جل في علا. ويمكن التوسل بالأعمال الصالحة، نعم التوسل بدعاء الصالحين، كل ذلك لأنه مرتبط فيه لوازم. لكن التوسل بجاه النبي، التوسل بالنبي نعم، التوسل بالنبي يجوز ولا يجوز، التوسل بالنبي على التفصيل، التوسل بالنبي التوسل بدعائه يجوز، كما جاء الأعمى عليه السلام قال يا محمد اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، يعني اقبل دعائه لي واقبل دعائي فيه. أي مرأة التي قالت إني أتكشف نعم أتكشف وأسرع، ما دعا لها؟ قال إن شئت صبيه، قالت أصبر لكن ادعو الله لي أن إيش نعم كانت قال لي ألا ألا أتكشف. الغرض المقصود الدعاء، التوسل بدعاء النبي يصح، الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به توسل بأجنبي، وهذا لا يجوز. لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا أمر به الأمة، ولا الصحابة فعلوا ذلك، ولا الخلفاء الراشدون، ولا أحد من الأخيار الأبرار من العلماء فعل ذلك. إثبات الأصابع لله لا فعلها من الفوائد، إثبات المشيئة، إثبات المشيئة. أم مريم قالت ثلاثة، إيه سكينة قالت ثلاثة، إثبات المشيئة كيف أشاء، الآن أربعة بالمشيئة. لا يكره على القلب، تعرفون من وين هذه؟ أنتم تعرفون، يا رب هم يعرفون. الأسئلة بهذه الأسئلة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت طيب كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم الكف من الأصابع هنا؟ ده أجبني صح؟ طيب قالت كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم الكف من الأصابع هنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله كف، لله يد، لله كف. هذه اليد لها صفات، لله يد أثبتها، وأن هذه اليد لها صفات الكف والأصابع والأنامل، وليس هذا تكييف. كأن نقول لله وجه، ومن صفات الوجه ذو الجلال والإكرام، والوجه له سبحات. سبحات يعني إيش؟ سبحات يعني إيش؟ يعني أنوار. فهذه صفة. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط واخفضه. قال حجابه النار، في رواية حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر الخلق. سبحات يعني انوار، فجعل الوجه صفه، وهي صفه الانوار، وطبعا هذا كمال على كمال. قال نسال الاخرين ان يدعوا لنا، وهل هو شيء جيد؟ نعم شيء جيد، وليس فيه ثمة شيء. الحديث الضعيف، وانا صدرت الباب به استئناسا فقط، بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استاذن عمر ليذهب الى العمره قال لا تنسنا من دعائك يا اخي، وطبعا هذا حديث ضعيف، لكن قد ورد الدعاء ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال سياتي رجل من قرن ثم من مراد له ام وبها بار، كان به برص، شوف يا برئ منه الا موضع الدرهم، فمن راه فليستغفر له، او طلب منه ان يستغفر له، دعاء هو الان. وايضا قد قال عكاش بن حسن عندما قال 70,000 يدخلون الجنة قال ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ففيها دلالة على التوسل بدعاء الآخرين، وهذا نوع من أنواع التوسل الصحيح. يقول المرء يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب ويرجع إلى المعصية بعد أيام، ويتوب ويرجع مرة أخرى حتى يرى نفسه كالمنافقين،
والعياذ بالله. ما قولكم في الشخص مثل هذا؟ هذا رجل مؤمن، هذا رجل مؤمن، وليس بكلامي، هذا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك الإنسان بيعصي ويتوب ثم يعزم على عدم العود، وبعدها بثواني ثلاثة يرجع لنفس الذنب. ولذلك نحمد الله أن العلماء اتفقوا على أنه ليس شرطا في قبول التوبة ألا يعود، الشرط على العزم على عدم العود، العزم فقط، صدق القلب. وأما أن لا يعود ليست بيده، ليست بيده. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، لا محالة. فالحق بأنه إذا 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 رأيناه إذا عصي تاب، هذا قد انفك عن النفاق، كما قال الحسن وغيره، قال فمن عصى فتاب، إن كنت تعصي فتتوب فأنت قد خرجت من النفاق، براء من النفاق. هذا الحق، إذا وقع في المعصية فتاب، من تاب تاب الله عليه. فليس هذه من صفات المنافقون لا يتوبون، التوبة وأن يكون سريع التوبة والأوبة هذه من صفات المؤمنين، أواه تواب رجاع لله جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه. وأحب العبادات إلى الله التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تذنبوا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه جل في علاه. وأيضا لابد أن تعلم بأنه لا تمحيض لا في الطاعة ولا في المعصية، لابد من التخليط، وعند التخليط رفعت اليد ترفع المرء إلى السماء، فعليه بالتوبة وصدق التوبة والأوبة، وهذه تمنع إن شاء الله. لكن هل يخلو المرء من المعصية؟ لا تجدها إلا في الأنبياء، حتى الأنبياء قال فيهم الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. يقول شيخنا الحبيب، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. هل يفهم منه العدد؟ نعم يفهم منه العدد، لكن لا يقف عنده، يعني يفهم منه العدد ولا يفهم منه التحديد، يعني لا يفهم منه التحديد أن يقول فقط لله خمس أصابع، لا بد أن تقف. فيفهم منه العدد نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لكن هل هذا يفهم منه أنه ليس لله أصابع أخرى؟ لا يفهم منه ذلك، ولا تستطيع أن تقول بهذا بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح أن هذه المسألة تتوقف فيها، هذا الأفضل أنه غاب عنه، هذه مسألة غابت عنه. تقول نرجو منكم شيخنا النصح في عدم الحكم على الظواهر والتدخل في النيات. عدم الحكم على الظواهر والتدخل في النيات، أنا كده لا أفهم السؤال. عدم الحكم على الظواهر والتدخل في النيات يعني كيف؟ أنا الآن بين نقيضين، أحكم على الظاهر والتدخل في النيات. لازم أم مسدد تشددي، يعني جلي لي ما تريدين من السؤال. إن أردت الحكم على الظاهر ممكن يكون إنسان قد يعني ظاهرا فعل أمرا فيه خطأ ونيته ليست نية سيئة، إن كنت تقصدين ذلك فأنا أقول الفعل خطأ، لكن الفاعل لا أنتقص منه ولا أحكم عليه حتى يظهر ما في باطني، كنت أردت ذلك. إن أردت غير ذلك فبيني لنا ما تريدين، لكن الحق أننا ما لنا إلا الظاهر، لكن لو كان في الظاهر قرائن محتمل. الحكم على السرائر ليست لنا، السرائر هذه لله جل في علاه، الحكم على السرائر ليست لنا، هي لله جل في علاه. ولذلك ابن عمر بن الخطاب قال من أظهر لنا خيرا عملناه بخير وحببناه وقربناه، وإن أضمر شرا فضميره فسريرته إلى الله جل في علاه، والعكس بالعكس. يرى البعض أن فلان يعصي الله والتزامه ليس بالشديد فيسيء الظن، أعوذ بالله. نعم هنا اتفهمت المسألة، وهذا لا ترى من يسيء الظن إلا السيء، لا ترى أبدا من يسيء الظن إلا السيء، ولا ترى أن يرمي الآخرين بشيء إلا وهي فيه، لا ترى أحدا يرمي الآخرين بشيء إلا وهو فيه، ولا تراه يسيء الظن بالأماجد أو الأفاضل أو يسيء الظن بالآخرين إلا وهو سيء. لذلك الجميل لا يخرج إلا الجميل، والسيء لا يخرج إلا السيء. ولنا عبرة في حال المرأة مع ابنها عندما يعني قد ضل الطريق وذهب إلى منطقة خاوية كالصحراء، فهو في المنطقة الخاوية خاف، قال ها، فسمع صدى الصوت ها،
فقال من؟ فسمع صوت أعلى من؟ فقال لو كنت رجلا فاخرج لي. فردد عليه لو كنت رجلا فايش؟ فاخرج لي. فلما يعني استوعب ذلك ذهب إلى أمي فقال يا أمي حدث اليوم كذا وكذا. فلما قالت له هذا القول وقال لها قلت لو كنت رجلا فاخرج لي، قالت يا بني لو أخرجت الجميل لرد عليك بإيش؟ بالجميل. وهي قد علمت بأن المسألة على الصدى. الحق لا يسيء الظن بأناس أو بأحد من غير داعية إلى ذلك بغلبة الظن إلا وهو سيء، يعني هذا لا يخرج إلا من السيء. فدائما لابد أن نعلم بأن الفاضل ينظر للأفاضل بفضلهم، يعني لا أقول السافل، أقول سيء الظن ينظر للناس بسوء ظنه. حقا حقا. ولذلك لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وأما أن ترد من ينظر للأفاضل بسوء الظن فهو أو يتكلم عنهم بمثل هذا الكلام لا تراه إلا في نفسه، يعني نازلا وليس راقيا بحال من الأحوال. ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عياض عندما جلد في الخمر؟ فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفعل ذلك، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. شوفوا في الظاهر بعض الشيء. قالوا أين ابن الدخشم، مالك ابن الدخشم؟ قالوا ما لكم ولمالك، ما نراه إلا منافقا، لا نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافقين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالسيء لا يخرج إلا سيئا، والناقص لا يخرج إلا النقيصة، والفاضل لا يخرج إلا الفضل. هكذا لتعلم الفرق بين الأمارد والأسافل. والنبل عملة نادرة، لا ترى نبيلا إلا هو نادر، ولا ترى نبيلا ينزل للناس بعين الاحتقار ويرجع على نفسه بعين المعالي أبدا. وعلو المرء ورقي المرء أن ينظر نفسه صغيرا وينظر للناس بأنهم على 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 العظمة، ينظر لغيره كبيرا وينظر لنفسه صغيرا. وإن رآه قد وقع في شيء فإنه يلتمس له المعاذير، وإن لم يلتمس يقول تغمر في بحر حسناتي. هذا هو الفضل. وهذا الفرق بين الأماجد وبين الأسافل، وبين الأتقاء حقا وبين الذين يدعون ورعا كاذبا، وبين النبلاء الرفعاء وبين الوضعاء. بون شاسع، فرق واسع، بينه الله جل في علاه. لذلك كان معاذا في السماء، وكان الذي تكلم على مالك أين هو؟ التاريخ نفسه لم يذكره. قال ما رأيناه إلا ينظر ما إلا في برديه وعطفيه وتكلم عنه، مع أن مالك حقا ما حقا الدنيا شغلته فلم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عوتب بعد ذلك، يشوف التوبة للناس له. ماذا حدث؟ أنا أتكلم على معاذ. ماذا قال؟ قال والله ما أراه إلا رجلا صالحا، بئس ما قلت للآخر. هكذا الفرق. ولذلك ترى أنه لو في مجموعة وجاء سافل من هؤلاء السفلة ففعل ذلك، فمن سكت فهو أسفل منه، ومن ذب الله عنه يوم القيامة. هذا فرق بون شاسع وفرق واسع بين معالي أو الذين يسكنون المعالي وبين الذين يتسفلون أبدا. وإن أردت أن تعلم رجل انظر كيف استعمله الله جل وعلا. قالوا إن أردت أن ترى مقامك فانظر أين أقامك. فالنبيل لا ينظر للناس إلا بعين نبله، والوضيع لا ينظر للناس إلا بعين وضاعته، والخسيس لا ينظر الناس إلا بعين خساسته. وكل على فرق، وكل على فرق. يقول شيخ أحسست من بعض المداخلات ماذا فعل الكتابة أن بعض الإخوة قرن إثبات الأصابع والكف واليد والوجه بحديث الصورة، وهذه المسألة من أعظم ما ابتلي به أهل العلم. نعم. والذي أدين لله عز وجل به إن كان أن كل ما ثبت نثبته ومعناه وكيفيته، ولكن لا نحيد بكيفيته. نعم. جزاك الله خير الجزاء شيخ أمجد. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة على ما قلت، جزيت الجنة. أحسن الله إليك، ثبت الله الخير في قلبي وقلبك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.